بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار. توقعات برج الثور الخميس 30 يناير 2020 لمشال حايك وماجي فرح وجاكلين عقيقي. طبعا حابة أشكر كل مواليد برج الثور اللي شافوا الفيديوهات اللي فاتت عن توقعات الأبراج، خصوصا لمشال حايك وماجي فرح وكارمن شماس. كنا منزلين فيديو خاص لبرج الثور، وكان في فيديو عام لكل الأبراج، وكان من ضمنهم طبعا برج الثور برضه. النهاردة هنزل لكم توقعات مشال حايك وماجي فرح وجاكلين عقيقي اليوم الخميس 30 يناير، فطبعا محتاجين دعمكم عشان نستمر في ان احنا ننزل التوقعات دي. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، ولو عجبك الفيديو ياريت تدوس لايك وشير. تعال نشوف مع بعض التوقعات، وخليكم معانا لاخر الفيديو لان توقعات مشال حايك هتبقى اخر واحد. خليكم معانا. توقعات ماجي فرح بتقول خلال اليوم هتحس انك تعبان، تعب صحي او نفسي، ميال للتذمر وحاسس بالتشاؤم في يومك. ما تقلقش لانه هيكون هناك تطورات فلكية لصالحك وزوايا مهمة هتخليك تحس في باقي النهار بشعور احسن عن بداية اليوم، وهتكون نواحيك المادية افضل بكتير، لكن مزاجك خلال اليوم هيكون 65% مثلا. عاطفيا حظوظك العاطفية أفضل بكتير يا برج الثور، والأفلاك مدياك فرصة لتحقيق سعادتك مع إنك بتفتكر حاجات بتضايقك في الماضي، لكن ما تفكرش في اللي يضايقك وبص في اللي قدامك. وأفضل شريك ليك خلال اليوم هيكون برج الجدي والعقرب والعذراء والسرطان والثور والحوت. أما عن توقعات جاكلين عقيقي ليوم الخميس 30 يناير، مهنيا تميل الى الوحدة وتفتقر للحيوية والشجاعة ومحتاج مساندة من زمايلك في الشغل، ده بالنسبة المهنية. اما عاطفيا هيكون يوم مناسب ليك لمشاركة حبيبك احلامك واحلامه، وممكن تتفقوا مع بعض على مشروع او رحلة تكبر الروابط ما بينكم. اما صحيا ابتداء من النهاردة وبكرة الرياضة هتكون الحل الوحيد في انك تتخلص من اوجاع ظهرك وكتفك. بالنسبة بقى لتوقعات ميشيل حايك ليوم 30 يناير الخميس، بيقول ان نهارك في بدايته هتشوف زمايلك وصحابك وتعمل زيارات ليهم، لكن بعد الظهر خليك واعي منتبه وما تعملش حاجة خالص، خليك هادي عشان اليوم يعدي على خير. وانتبه على صحتك وشغلك وما تخالفش القوانين. بالنسبة للناحية العاطفية، كل اللي بطلبه منك ياريت تتصرف صح وتفكر صح وتعيد حساباتك وما تعاتبش حد ما يستاهلش انك تفكر فيه، وفكر في شخص يستاهلك. دي توقعات ميشيل حايك لبرج الثور. شكرا ليكم ان انتوا كنتوا معانا في الفيديو، واتمنى يكون الفيديو اعجبكم، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك واللايك والشير عشان دايما ننزل لكم التوقعات. ولو في اي تعليق او في اي حاجة ياريت تكتبولنا وتشرفونا، وهنرد عليكم على طول.